نتكلم عن ايه اغرب سلوكيات الراجل بالنسبة للست، وفي سلوكيات كتيرة جدا وعادات وتصرفات بتبقى مش مفهومة لا طبعا بالنسبة للراجل بالنسبة لنا مش للستات، فاهمينها، التصرفات مش فاهمينها لحد دلوقتي. للرجالة بتبقى مش مفهومة بالنسبة للستات والعكس. هما زي ما انت بتقول كده، انتوا كمان بالنسبة لكم احنا كائنات غريبة مش فاهمين احنا بنعمل ايه وبنتصرف ازاي. هي ربنا خلقنا كده مختلفين. فانتوا سبتوا سلوكياتكم الغريبة كلها اللي هي جاية من كواكب اخرى. كواكب ايه؟ هات لي سلوك واحد غريب وجاي من كوكب تاني زي ما انت بتقول. انت مفتري. سلوك واحد، سلوك واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كده قبل الخروج الست ممكن تغير ست سبع مين قال لك انا بلبس في خمس دقايق؟ يبقى دي حرفيا طفره، يبقى دي حاجه مختلفه في الكون، يبقى حالتك دي حاله. لا زي في ناس كتير انا لازم يعني احنا بنتكلم دلوقتي على ان الفكره ان في حاجات غريبه انتوا بتستغربوا مننا كرجاله، وانتوا بتستغربوا مننا كمان كستات، واحنا بنستغرب منكم كستات، صح كده؟ لكن لا، لكن هما بيتكلموا بقى بالاخص، مش هنتكلم بقى عن الستات، احنا هنتكلم عن السلوكيات اللي مش عاجبانا في الرجاله. معلش بالمناسبه، يعني عايزه اقول لك على حاجه، يعني تعليقا على النقطه اللي انت قلتها دي، في شباب وفي رجاله بتقف قدام المرايه خمس ساعات عشان يلبسوا طقم مناسب. دي حاله، دي حاله فرديه، يغير ويشيل ويشوف لا مش عاجبني ويعمل. على فكره برضه في كده، على الله حكايتنا. بقول لك ايه، بص قدامك، بص قدام مرايه. ايه انا لو في عندي مرايه قولي كلام يا استاذه، يعني كلام مقنع. قولي كلام للساده المشاهدين. برضه انت حاله واحده، لا حاله واحده مقارنش نفسك. ما الراجل عندك اهو، يعني كلنا عندنا في حالات، برضه انتوا عندكم في حالات مختلفه. صدقني هي مش قاعده ثابته، انا شايف ان هي ما ينفعش نعممها، بس يعني خلينا نقول كلنا مختلفين، حتى احنا كرجاله بينا وبين بعض مختلفين فكريا. طب خلينا نقول السواد الاعظم وسيدات، انتوا مختلفين بينكم ببعض، مختلفين فكريا، هي طبيعه الحياه كده. طيب مثلا اكيد في صفه او في حاجه مشتركه بين كل الرجاله، هي فكره العربيه، انه عربيته دي اهم منه هو شخصيا. اقسم بالله الصيانه، اقسم بالله ده انا عربيتي. يبقى احنا مختلفين في البرنامج ده، يبقى احنا جايين من كوكب تاني. أيوة. احنا كلنا على بعض. ما انتوا عندكم حاجات تانية اهم، عندكم مثلا وانتوا ماشيين ممكن تروحوا منزلين شماسه كده وصباع الروج يشتغل مره واحده وتعملوا حادثه. لا دي حاجه ليها علاقه، لا ما بنعملش حادثه، دي حاجه ليها علاقه بالمالتي تاسكينج. الله الله يا استاذه، الله الابداع ده، قولي يا استاذه قولي. الله عليك. دي حاجه ليها علاقه بتعامل المهام. اخطبوط ساكت يا عم، اخطبوط هتخليني اطلع الطلعه دي، انا جاي هادي. على فكره انا قلت الكلام ده كتير قوي في البرنامج بجد، ان احنا بنعمل 100 حاجه واحنا سايقين عادي. عادي ايه ده؟ في المعادي الكلام ده مفيش الكلام ده خالص. لا طبعا ده ملوش علاقه بالسلوكيات الغريبه. السلوكيات الغريبه اقول لك ايه، خلي بالك ما انا فقت بقى قصايمه. انا واكلك احكم دلوقتي، انا شارب القهوه. مش ده كلامنا على الهوا هنا في رمضان لو تفتكري؟ لا. كنت انا قاعد هنا اهو وانت قاعده هنا اهو. وكنت بقول ايه برضه؟ نفس الكلام في اطار المشاكل والحاجات اللي في السواقه، يعني السواقه